الله وبركاته. اليوم شباب بدنا نحكي على موضوع بنسميه احنا الوند كلتشر، يعني بمعنى اخر كيف تقدر تاخذ انت عينه لتشخص اذا هذا الجرح ملتهب او لا. تذكروا المره اللي فاتت حكينا في موضوع علاقه البكتيريا مع الجرح، وحكينا انه في عندك عده علاقه، يعني عده مراحل، انه هو الجرح المتسخ الكونتامينيتد، الجرح اللي كولونايز والكريتيكال كولونايز والانفكتد، وحكينا انه كل مرحله بيكون عدد البكتيريا بهذا الجرح 10^1 او 10^2 او 10^3 الى 10^5، وقلنا انه هاي البكتيريا ممكن تعمل بايو باردل. الان في الوند بايوبسي عندها ثلاث طرق غالبا، هاي المشهوره اللي هي تيشو بايوبسي عشان اشخص انه في التهاب بهذا الجرح، غالبا بيكون تيشو بايوبسي وهي هي افضل طريقه وهي اصح طريقه واكثر طريقه تعطيني قديش في بكتيريا موجوده بكل جرام بهاي الانسجه. وفي اللي هي السواب كلتشر وفي الاسبيريشن كلتشر. كونه انه السواب كلتشر هي اكثر طريقه معتمده الان، اسهل طريقه في المستشفيات وفي العيادات، فبدنا نشرح لكم الطريقه المثلى للسواب كلتشر، لانه في كثير من الطرق يعني او الاساليب اللي هي خلينا نحكي خاطئه او شبه خاطئه بالاستخدام. كثير منا بناخذ الكلتشر بهذا الشكل، بنيجي على الجرح بناخذه مثلا من السواب، بناخذه من الحواف، او بناخذه مرات من الصديد الموجود او الاكزوديت. هذا بيعطيني كثير نتائج خاطئه، بيعطيني فالس ريزلت كثيره، لانه ما راح يعطيني عدد البكتيريا الموجوده بجوه الانسجه اللي انا بدي اياها. الان الجرح في طبيعته ممكن، يعني احنا وصلنا رسمه يعني هيك تقريبيه بهذا الشكل، الجرح في طبيعته ممكن يكون في عندي انا اسكار تيشو، يعني خلايا ميته سوداء، ممكن يكون سلاف تيشو الخلايا الصفراويه، وممكن يكون كلين بينكي، وممكن يكون هايبر جرانليتنج يكون احمر غامق، ممكن يكون يعني اكثر من انه البينكي او الزهري. الان انا من وين بدي اخذ الكلتشر؟ اول شيء عشان اعمل سواب كلتشر لازم اول شيء انظف الجرح بشكل كويس، يعني لازم اعمل اريجيشن ممتاز، لازم انظفه، لازم اشيل الاسكار تيشو هذول والسلاف تيشو قدر المستطاع. ولما بدي اخذ الكلتشر بهذا الشكل بفتح السواب كلتشر اللي هي القطعه المطلوبه اللي هي الكلين لو بنزل هذا الشكل، وباجي بتكنيك اسمه ليفين تكنيك، الان هو المعتمد تقريبا، باجي على ذا موست كلينست اريا، اكثر منطقه نظيفه في الجرح. ما بروح على المنطقة المتسخة اللي فيها بكتيريا على السطح، أنا بدي البكتيريا اللي جوا الأنسجة. باجي بالليفن تكنيك هذا وباخذ الاستيك على أكثر منطقة نظيفة وبعمل لها بريس بهذا الشكل لثواني معينة، وبعمل روتيشن، بعمل هيك روتيشن بهاي بحيث إن أنا أضغط، أعمل سكويز وفي نفس الوقت روتيشن للبكتيريا الموجودة داخل الأنسجة، وبعدين ببعث الكلتشر هذه على المختبر وأكتب لهم هاي سواب كلتشر من المريض الفلاني البكتيريا كذا فور كلتشر انسنسيتيفيتي. واذا انا شاكك انه المريض ممكن يكون عنده انيروبيك بكتيريا لازم اكتب بالسواب كلتشر او الورقه لازم اكتب كمان فور انيروبيك بكتيريا، لانه عاده ما بتنعمل بالمختبرات الا اذا طلبت. هذا تقريبا التكنيك المعتمد الان ليفن تكنيك، وارجو ان الكل يصير يتعامل مع السواب كلتشر بهذه الطريقه قبل يعني نلغي الطرق القديمه، لانه هاي الطريقه المعتمده الان ونتائجها حسب اللي احنا شايفينه افضل ان شاء الله. شكرا لكم.